نصيحة خاصة العرايس الجدد، سمعوني مليح اللي راكم رايحين تتزوجوا. شتو هادوك دراهم اللي حديرو بيهم العرس ولا فواياج دو نوس؟ ولا ارواحو هنا، ابداو حياتكم هنا انتي والزوج ديالك. ماشي نقولك ما ديريش عرس، ديري عرس بصح هذاك لو فواياج ارواحو لهنا. بداي حياتك انتي وراجلك هنا، ومن بعد موراها يجي كل خير. هنا روحي انتي وراجلك ادعي ربي، اول دعاء تدعيه يحمي لك زواجك وما يخلي حتى واحد حتى مهما كانت صيفته يدخل بينك وبين راجلك، وربي يرزقك الذريه الصالحه. شوفي اللي تدعيه هنا كاع مستجاب، وبعد موراها يجيك الخير ويجوك دراهم ويجوك لي فواياج وين ما تحبي. المهم ابداي حياتك وحلالك بالطريقه الصحيحه. اروحي هنا انتي وراجلك، يبارك لكم ربي في زواجكم، في بداية زواجكم. فهمتي؟ إذا كان راح يكون عندك عطل في الذرية ربي يرزقك، إذا كان راهو رايح يكون عندك عطل في كش ما يصرالك بينك وبين راجلك بعيد الشر، تلاق ربي يبعدوا عليك. علاش كثروا بزاف التلاق والمشاكل لازم نبداوها صح. فهمتوا؟ بداي حياتك صح، هذه نصيحة والله ما خليها في قلبي، نقولها لك. غير تتزوجي سافري انت وراجلك ارواحوا لهنا مهما تكون، الصيف الشتاء ارواحي والله ما كاينه سخانه، رانا في جويه بصح نورمال. هنا ربي طرح الرحمه، هنا في هذا المكان ما يخليكش تحسي بالسخانه، ولا ربي طرح الرحمه. انا هذه النصيحه ما خليهاش في قلبي، وعلى بالي بلي كي راح ديريها ربي راح يستر لك زواجك ويتممه لك، وحتى تكبري انت وداك الشيخ ديالك حتى تولوا في عمركم 100 سنه تشوفوا احفادكم عاد باش ربي يدي امانته. والله شوفوا البنات اللي تمنيتها لروحي نتمنها لكم ليكم. انا تمنيت لو كان بديت زواجي لهنا، ومن بعد موراها يجوا لي فواياج، يجوا تروحي لوين ما حبيتي في العالم، يجي كل ما تدعيه له. اللي تدعيه لهنا كاع ربي يعطيه لك، مش حاجه ما يعطيها لكش ولا كنتي مظلومه. شوفي الحاجه اللي تدعيها ربي ينصرك، يقول لك ربي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولا كنتي ظالمه وتدعي على المظلوم تدور عليك، هذه هي. فهذه هي كي تجوا لهنا تعيشوا طلبوا السماح قبل من اللي ظلمتوهم، هكا باش تكون عمره صح تستفادوا منها. هذه هي، ولا كنتم مظلومين غير ارواح وربي يجيب لكم حقكم والله ولو بعد الحين. بعد حين يمهل ولا يهمل. اسمعوا البنات كي راني هنايا ندير معاكم لي ستوري هكا دقيقة زوج، ما باقي الوقت كاع راني مستغلياتو ما تقدروش تتخيلوا. الحمد لله يا ربي ما جيتش هنا شغل، جيت على بالي علاش جيت، لأنه أول مرة كي جيت كان علاج نفسي وروحي وإحساس نتمناه لكم كامل والله. هذه هي نوريكم شوية الحرم هنايا اللي جاميجا ولا اللي جاتانيك، باش هكا نعاود نذكركم هذوك بالذكريات الجميله، لانه اجمل ذكريات هما لهنا. بون بالنسبه لمناسك الحج انا ما نعرفهمش لانه ولا مره حجيت، درت عمره في رمضان وتعتبر حجه. العمره كيفاش دايره؟ العمره هي مدتها ساعه ونص ولا ثلث ساعات، ساعه ونص كي ما يكونش بزاف الزحمه الغاشي، وثلث ساعات كي يكون الغاشي. دونك وقتاش ما يكونش الغاشي؟ ما يكونش الغاشي من الساعة نقولوا لازم العشرة، العشرة تاع الصباح تكوني هنا في الصحن، تكوني هنا عند الكعبة بديتي تطوفي، العشرة تاع الصباح هذه نعطيها لك، العشرة تاع الصباح ما يكونش كاع شوفي هكا هكا، هذاك الغاشي ما كاين حتى واحد، شكون فارغة تقدري تطوفي سبعة طوفات دياولك براحة، ومن بعد موراها تقدري تصلي عند المقام إبراهيم، وبعد موراها تروحي ديرك تمول السعي باش ديري الصفا والمروة. هذه هي العمرة، وبعد من تما تقصي شوية من شعرك تسمى هكا تحررتي وعمرة مقبولة. وكي تحبي تروحي تزيدي ديري عمرة واحدة أخرى لازم تروحي، قلت لكم بعد موراها كي تحبي تزيدي ديري عمرة واحدة أخرى لجدودك، ولا كما أنا كي نحب نزيد ندير لزوجي نروح حتى لمسجد عائشة، نحكم طاكسي نروح لمسجد عائشة ولا باص مسجد عائشة، ثم نحرم. واش معناتها نحرم؟ نتوضا نتطهر نصلي ركعتين ونقول لبيك اللهم عمرة لزوجي، ونعاود نرجع لهنايا للحرم ونعتمر له نفس الشيء العمرة اللي هي سبعة طواف عند الكعبة، ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، وبعد السعي الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما.
وكي قلت لك العشرة تاع الصباح لازم تكوني هنا، هي تقدري تعتمري في اي وقت، ماشي لازم العشرة تاع الصباح. اعطيتك برك الوقت اللي ما يكونش فيه الزحمه، اللي ما يكونش فيه الغاشي، هذا ما كنت ما تقدري تعتمري في اي وقت لحقتي تعتمري في الفجر في اي وقت، في اي وقت تعتمري. ولكن الوقت اللي ما يكونش فيه الغاشي على حسب تجربه تاعي اللي جيت لهنايا هو العشرة تاع الصباح، 9 10، هذاك الوقت هاي اللي يكون هكا ما كاش الغاشي كامل. ولا وقت الظهر شويه سخانه، بصح ثاني ما كانش الغاشي مور صلاه الظهر، ما كانش السهوله تامه تجوزي العمره ديالك الا كنتي تحتملي شويه الحر. هذه عندك هنا الكعبة الشريفة، الناس هنا قاعد تقعد لي صلي صلي لي ياخذ ذكريات، ياخذ بالصور لي. المهم بعد كل صلاة قاع يقعدوا لهنايا الناس كما راكم تشوفوا. عندكم هذا الباب، باب ملك عبد العزيز. انا دائما نسكن من هذه الجهة اللي تخرجني على الساحة الكبيرة اللي تروحي الاجياد وتروحي المهم الساحة، دائما ندخل من باب الملك عبد العزيز. عندك هناك ملك، باب الملك فهد، عندك باب العمرة، عندك باب الملك عبد الله، باب الفتح، وعندك الهيكة تروحي جهة الصفا والمروة. كي تكملي هنايا 7 طواف تصلي ركعتين وتروحي للصفا والمروة. صفا والمروة جاية من الجهة هذيك، هذيك الباب تاعها، من تما ديري صفا مروة رقم 1، بعدك مروة صفا 1، هي رايحة ديري 7 أشواط في صفا والمروة. هادو هما المعلومات المهمة، إذا حبيتوا أي معلومة قولوا لي. كل مرشدة تاعكم، واش رايكم نولي المرشدة تاعكم؟ والله نشوفوا، أنا هذه الخطرة قررت أن نولي نجيب بزاف لهنا، نعتمر ليا ولا راجلي ربي يرحمه. بالك مع الوقت نولي نرشدكم باطل، ماشي زعما خدمة ولا هكا، لوجه الله نقولوا نتلاقاو هنايا. اللي عمرها مع زعما جات اول مره للعمره نرشدها، نروح انا وياها نوري لها كيفاش تطوف، نوري لها واش تدعي، نديها للصفا والمروه. يشوفك لحبي والله. يس بليز يس اوكي. يجوا دائما يجوا عندي يقولوا لي معليش تصورينا. وير ار يو فروم؟ انديا. انديا اوكي. اي ويل اوكي يا اي نو هاو اوكي اي نو هاو. يلا اخي صوريني. الناس قاعد تحب دير هنا ذكريات، والله نتمنى لكم ان شاء الله تجوا هنا وديروا الذكريات. بزاف ناس هنا تجي وما تلقاش شكون يصورها، يشوفوني دائما قاعده هنا في الصحن، يا نقرا قران يا نقعد هكذا نغتنم الفرصه. يجي يقولوا لي معليش صورينا، نحس روحي هكا كي نصورهم وكي نصورهم يدعوا لي بهذيك الدعوه تاع الخير، شو انسان تفرحيه. هذه هي ايه. والمعلومه اللي بزاف منا ما يعرفوهاش انه العمره ساعه برك ولا 3 سوايع. الناس اللي تجي مثلا من الجزائر وتقعد هنا بالشهر ب 15 يوم اكيد باش يغتنموا الفرصه، فاكيد تجي من الجزائر لمكه ماشي على جال باش تقعد يومين. طبعا هذوك اللي يقعدوا 15 يوم 20 يوم شهر باش يغتنموا الفرصه باش يديروا عمرات وعمرات باش هكا يتخلوا مع ربي باش. ولكن العمره هي ساعه او ساعتين 3 ساعات ماكسيموم، يعني ماهيش 15 يوم عمره، فهمتوني. والحج باينه 10 ايام تاع الحج فوالا، يجوا زعما الحج يقعدوا شهر غير باش يغتنموا الفرصه، يقعدوا يشوفوا مكه، يروحوا المدينه، يروحوا لكذا. بصح العمره ساعات قليله والحج 10 ايام. هذه هي، هذه المعلومه على بالي اللي بزاف ناس ما يعرفوهاش. اطعامك على بالكم، بزاف ناس هنايا ما يلقاوش باش ياكلوا، وتلقاوهم دايرين لاشان هام اللي في الهيكه، دايرين لاشان يستناو الناس المحسنين اللي يخلصوا لهم الاكل. هذه ليك هنا البنات الروبير باش ما تضيعوش. هاوليك بوابه الملك عبد العزيز، تخرجوا من الحرم، عندكم دورات المياه النسائيه رقم 5 ودورات المياه النسائيه رقم 8. هاوليك هذا هو الشارع، شارع ميسان، من هيكا شارع اجياد هنايا تلقاو تاع الحمام، تلقاو هادوما اللي يبيعوا الاكل تاع الحمام تشرو عليهم ب 5 ريال 3 ريال something like. وهنا المطاعم والناس اللي قاعده تستنى شكون يخلص لها الاكل وكا. ف الله يعيني على يعني ارشادكم على الخير. بنات وكي تجوا لهنايا وتحبوا تتصدقوا، كاين بزاف ناس تتلف لهم كي يجوا لاول مره ما يعرفوش وين يتصدقوا، وكيما على بالكم ما اعظم الصدقه كي تكون باطعام مسكين. فكاين بزاف ناس يجوا لهذه الساحه، سمعوا مليح اسم الساحه، كي تخرجوا من باب الملك عبد العزيز الساحه واسمها ميسال،
هذا شارع ميسان، واللي موراها منا شارع أجياد. أوكي، فهذا الساحة تاع ميسان تلقاو بزاف ناس يستناو في المطاعم شكون يجي يخلص لهم الأكل، فتقدروا هنا تجوا على حسب مقدوركم تطعموا على حسب مقدوركم، الأشخاص على حسب مقدوركم تشيروا لهم أكل، وما أعظمها عند الله، ما أعظمها. ولا تشروا على هاد الناس اللي يبيعوا هنا، يبيعوا الفتات تاع الحمام وتتصدقوا تاني على الحمام. فهذه هي حبيت نشارككم أفكار على الصدقة في الحارم. أعظم الصدقات هي الإطعام والسقيا، الماء هنا ماء زمزم في كل مكان، ولكن كيما أنا نقدر نجي من الإمارات زعما اليوم نلحق نعتمر نفسي، غدوة نروح نحرم مرة ثانية ونعتمر لزوجي، والغير غدوة نركب طيارة ونرجع لداري. تسمى نقدر نقعد هنا 3 أيام ماكسيموم. برك أنا اللي حبيت نطول شوية هاد المرة نتعالج، هذا مكان، فمكان هذا علاج روحي جسدي كل شيء نتمناه لكم، هذا مكان.